بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع الجمعة 22 نوفمبر 2019، 25 من ربيع الأول 1441 هجرية. النهاردة جزئين، جزء هنتكلم فيه على شوية موضوعات كده، والجزء الثاني هنتكلم فيه على مع عضو كونجرس أمريكي سابق. هيكون معانا ان شاء الله، يكون معانا من امريكا، وهنتكلم حوالين اللي بيحصل في امريكا، ترامب هيدخلها مش هيدخلها، اللي بيحصل له. لكن الحقيقه خلينا نبدا ببعض العناوين. شفنا الهجوم على الشيخ الشعراوي، وبعدين الهجوم على الحجاب، وبعدين الاستاذه اسمها الهام شاهين. الهام شاهين طلعت قالت لك هو الشيخ الشعراوي بيتكلم ساعات في موضوع خارج الدين، وده مش شغلته. يعني هي فنانه بتتكلم في الدين وده شغلتها، وهي لا. قامت الست سما المصري ربنا يعني يسترها، قالت لك لا والله لا اروح مهرجان القاهره بالحجاب، وقامت مبهدله الدنيا، لابسه حجاب احمر ومفسخ في جسمها، حاجه مسخره. لكن ده هنتكلم فيها. شوف اللعب بالدين ده، الدين اللي ملوش اهل ده. وبيقول لك يا سيدي النائب العام المصري صرح، قال ان الجماعه بتوع اكاديميه الاف بي اي، الاف بي اي دي اللي هي زي وزاره الداخليه التحقيقات عندنا، اداره التحقيقات والمباحث الفيدراليه، الحقيقه هي المباحث الفيدراليه زي المباحث العامه عندنا، بيقول لك انه الوفد بتاعهم انبهروا بطريقتنا في التحقيق والاستجواب. يعني بص الامريكان قال واو، ما اكيد اتلسعوا بالكهرباء، قال واو واو، فالمصري فهمها واو يعني حاجه ايه، هو عمال واو حاجة مسخرة، يعني الملك بتاع السيسي ده مسخرة. وفي السودان هجمة شرسة على العمل العام، جمعيات نفع عام، اتحادات طلاب، جمعيات خيرية، هيئات إغاثة. الله، هو السودان قلب على ايه؟ على ألماني، على مسيحي، ولا قلب على ايه، ولا هو كل العسكر كده؟ هنشوف. العرب الجديد مطلع تقرير حوالين انه حراك سبتمبر اثر في استراتيجية عبد الفتاح السيسي، وعنوانه هو حراك سبتمبر القشة التي قسمت ظهر الجنرال. وبتقول انه في دوائر اماراتية وفقا لمصادر جريدة العرب الجديد تحاول تفكيك العلاقة بين السيسي وابن زايد. يا نهار اسود، عشان كده راح له وقعد معاه، ولا عشان كده قال له طلع ابنك من المعادله، ولا عشان كده طلع قرارات بانه يحط شركات الجيش فين؟ في البورصه. ما تعرفش، ما فيش حاجه، ما فيش معلومات، فانت قاعد. وواشنطن ترهن وساطه النهضه، سد النهضه يعني، بتراجع مصر عن صفقه السخوي الروسيه. يعني مقايضه مؤلمه، ما تشتريش السخوي عشان اقدر اساعدك في المفاوضات مع مين؟ مع اثيوبيا. ده المعلم اللي عاوز يعمل نفسه ان هو ايه؟ بينوع مصادر السلاح، سلاح ايه كتكنيك؟ هنعمل ايه بالسلاح؟ هتقولنا حاجه تاكل الناس وتبقى كويسه، ما السلاح عندك والسد اتبنى، والسلاح عندك وترار راحت، والسلاح عندك وقناه السويس بتتباع، الاقليم. على اي حال، في الامارات زي ما في السعوديه بيعلقوا اساور في ايدين او رجلين المواطنين، تصدق وتؤمن بالله؟ ويتبعوهم بالأقمار الصناعية، سميناها احنا أساور من نار. ابن سلمان بيراقب الأمراء ورجال الأعمال، وابن زايد بيراقب الشعب. أي حد عنده شك فيه علق له إيه؟ أسورة. وكاميرات المراقبة تراقب 24 ساعة. بقى عاملين بيعاملوا بني آدمين كأنهم لو كانوا كلاب ضالة. لو رحت هنا هجيبك، لو رحت هنا هجيبك. وفي مصر بيقترحوا إنه اللي عنده بقرة ناخدها منه.
واللي عنده معزه ناخدها منه، عشان لا قدر الله لا قدر الله وحصلت ازمه في الحليب نقدر ايه، يبقى عندنا حليب مجمع هيلموا من كل الناس معزهم وبقرهم، وعايزين يعملوا شركه كبيره قوي تبقى تابعه لمين؟ لا فتح السيسي، لا لا فتح بقى، يبقى عندك صندوق الاملاك اللي هو السيادي والقوات المسلحه وشركه بقر ومعيز مين؟ عبد الفتاح السيسي. احسن هو الزار بيغير من بتاع الجنجويد حميدتي، عاوز برضه يبقى تاجر ايه؟ انعام او تاجر اغنام. فاصل ونرجع لحضراتكم. اهلا بكم. بيقول لك والله انه في تقرير نشرته العربي الجديد، ارتدادات احتجاجات سبتمبر تنهك السيسي، تراجع في النفوذ الخارجي. بيقول لك والله انه الشغل بتاع اللي حصل في مصر خلى السيسي يلم نفسه شويه، زي ما تقول موضوع الملف الليبي يكش شويه، بقاله فتره ما قابلش حفتر زي ما انت عارف. بيقول لك لم رجالة المخابرات من السودان ورجعهم مصر، ده حسب التقرير اللي نشرته العرب الجديد. وبيقول بالرغم ان السيسي، حسب مصادر في الخارجية المصرية، بيقول بالرغم ان السيسي خرج من الأزمة محافظا على السلطة ومتشبثا بها رغم المشاكل الداخلية، إلا أن أعطالا أصابت ملفاته الإقليمية بسبب شحذ جهود هذه الأجهزة لتحقيق ما سماه السيسي لملمة الفوضى وقص ذيول ما حدث في سبتمبر 20. الملف الليبي طبعا تعرفين فضيحة بتاعة تسريب أوراق أو شيء من هذا القبيل، نشرتها الجزيرة، فهم محتارين الأوراق دي اتسربت منين، لأن الأوراق دي بتتكلم على معسكر على الحدود الغربية المصرية، في خبراء روس والروس جايين ليه ما تعرفش، وبيدربوا ناس ليبيين، وفي تعامل مصري سوداني، يعني الدنيا ايه بقلظت منه. فقال لك لا لم الكلام ده دلوقتي، حسب العربي الجديد. وبيقولوا انه ما قابلش حفتر، وبيقول لك والله انه قعدوا مع بعضهم، وانه الامارات قد تواصلت مع شخصيات من داخل النظام لمعرفه اراء، يعني الامارات هي اللي بتدير عبد الفتاح السيسي. اوعى تنسى الامارات تدير عبد الفتاح السيسي بشكل او باخر، سميها زي ما تسميها. يعني مثلا انا هقول لك حاجه، يعني افهم في تقدير الناس وكده، لما يجي لك واحد من جهه ويقول لك انا بتصل بالرئيس بتاع مصر مثلا كل يوم، هو رئيس؟ يقول لك لا. او والله يقول لك انه في واحد من بره مصر بيقعد مع الاعلاميين بتوع مصر، طب المخابرات المصريه عارفه؟ طب بيقعد معاهم ليه؟ او بيعزمهم او بيدفع لهم رواتب وبيجوا بشنط والمخابرات شايفاهم، طب سايبهم ليه؟ لان دور مصر ضعف، دور مصر تراجع. بيقول لك عباس كامل ابرز الشخصيات التي اجتمعت بها الدوائر الاماراتيه، وراح لابو ظبي قال لهم انا انت عاوزين اعمل ايه؟ انا هعمله. واحده من الحاجات اللي عملها انه قال لك هنلملم الموضوع في ليبيا شويه ونريح شويه ونلم عساكرنا من السودان، وزي ما انت شايف كده، ومش هنقعد مع حميدتي ولا هنقعد مع حفتر، وكمان هنعلن عن طرح شركات الجيش في البورصة. طبعا ده كلام فاضي مش هيحصل زي ما قلت لحضرتك قبل كده. ده الجزء الاول، وده مهم جدا، ان بيقول لك حالة الضعف اللي فيها الدولة المصرية. احنا انتقلنا من فكرة السلطة الى الدولة، لان الدولة تم نهش عظمها كويس كده، او نهش لحمها وتكسير عظمها، مش تعريض كتفها وظهرها لا. فما بقاش عندك مثلا وزارة الاستثمار، لان كل الارصدة او الاسيتس اللي عندك راحة الصندوق، وما بقاش عندك وزارة للانتاج ولا للصناعة، لان كل المشاريع راحت فين؟ عند الجماعة بتوع مين؟ الجيش. بقاش عندك حاجة، الدولة بقت ملط. فإذا كان السيسي بيعتبر إن 2011 هو عرت كتفها وبينت قصبة رجلها والكلام ده، أنا بقول لك الدولة المصرية الآن سلبوتة بلبوس، يعني تعرف البلبوس اللي عايز صغير بتولد بلبوس، يعني ما عندهاش حاجة، ما عندناش أي حاجة،
ما فيش وزارة بتشتغل، كل ما بيقعد بيقول له يا كامل يا فار يا أسامة يا محمد يا حسن كل الوقت، وخد كل الأسد. يعني وزارة السياحة هي اللي تقول نبيع فنادق ولا ما نبيعهاش، اللي بيقول كده وزارة التخطيط. وزارة التخطيط يعني البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعني اعملوا التعليمات دي بالنص. باش عندنا دولة، فالدولة انهارت. حتى الملفات الخارجية ما هيش تابع سامح شكري، استلمها عباس كامل. يعني عباس كامل هو الكوميسيونير او الكوميسيونير باي لغة تعجبك، كوميشنر يعني، بتاع كل ده، مفوض العلاقات الدولية. سامح شكري وانا قلتلك هذا الكلام منذ وقت طويل ملوش علاقة باي حاجة، هو بس يبعت رسالة يختم ختم بتاع الو دير فلان دير يشرب حاجة بتاع، يقعد مع سموده ويمسك ميكروفون الجزيرة زميلي بيقول لي حاجة لطيفة جدا. فالدولة نو دولة، احنا في الستيتلس، في عالم ما بعد الدولة. ده اللي عمله السيسي حرفيا. وانا عرضت لك امبارح في الحلقة ازاي هو حصن الجنود والعساكر اللي هم الجنود بمعنى طبقة الضباط، طائفة قبيلة الضباط، على غرار ما تفعله المافيا انهم لا يحاسبون، لا يعرض عليك هو بيعمل ايه، ولا يقول لك بعد ما عملته عملته صح ولا غلط، مالكش تدعو. انت هنا في البلد دي تعيش زي فردة البيادة او اقل منها احيانا. الموقف ده بتاع انه الامارات هي اللي تشيل الليلة وهي اللي تنصح في الاقتصاد وتنصح في الحرب وتنصح في المخابرات، هو دليل على ان الدولة انتهت. اليابا دي تيت، لا يوجد تيت، ستيت از نوت اكزيستينج، مفيش ستيت. ستيت دي مجموعه انستتيوشنز. في الصحه كلها الجيش، وخد الاستيراد والتصدير عند الجيش، عقار مدن جديده عند الجيش، خارجيه عند عباس كامل، غاز عباس كامل والمخابرات، عشان تبقى فاهم بس القصه اوعى تفكر، غاز ونفط وذهب وياقوت ومرجان عند المخابرات، وجزء منه عنده الجيش، أرصدة ومباني قديمة عند عبد الفتاح السيسي. لدرجة ان في واحد كاتب صحفي بيقول لك احنا عندنا اراضي المدافن في القاهرة تساوي مليارات. تصدق هيبيعوا رفات الموتى. ويقول لك محمد امين، محمد امين ده مش امين ولا حاجة، بيقول لك السيسي يستطيع. يستطيع ايه بقى؟ بص يا سيدي، بيقول لك ان احنا ننقل المقابر خارج القاهره. يا ابن الحرام، دي مقابر الناس بتاعتهم، ملكهم، حطوا فيهم امواتهم لا تقدر بثمن. يقول لك ننقلهم كده ونبيع الاراضي دي يا باشا. بقى عمرك سمعت كده؟ ده مش بيتاجر بس في البني ادمين ولا بيقتلهم ولا في العقارات، ده عاوز يتاجر في الاموات. يعني لو انت بتحط عنوان كده للفقرة دي هتقول ايه؟ هنبيع امواتنا، صح يا بيه؟ يعني سيسي هيبيعكم، مش بيضيعك وانت حي، عاوز يبيعك وانت ميت. فالعظام تختلف وتتفق وتلتقي وتلم كل العظم كله على بعضه. وحضرتك بقى لما ننقلها لك في حتة جديدة في الصعيد ولا في الصحراء تبقى تدور على ابوك وامك ما تلاقيهوش. حضرتك مش هتلاقي تاريخ ابوك وامك. المقبره الوحيده اللي هتبقى في القاهره هي مقبره مين؟ ام السيسي، معلش تزعلش منه، او مقبره الجيش، والباقي يتباع. وبيتكلم ببجاعه شديده جدا محمد امين، بيقول لك بص احنا بقى بصراحه انا جالت رساله بيقول انها فكره كفيله فعلا بان تسدد ديون مصر. يبقى العنوان بتاعنا الموتى يسددون ديون مصر، رفات الموتى. ايه بقى يا استاذ؟ ربما يكون مشروع القرن. بيقول لك يتولى جهاز ذو صلاحيات ينشا لهذا الغرض، هيبيع المقابر باللي فيها، يعد مشروعا قوميا ونقله نوعيه لمصر. وكما يرى صاحب الفكره هم سنتين من الرئيس السيسي بتاعه تخطيطا وتنفيذا. ما يقدرش يعمل كده الا السيسي لانه قلبه ميت. الدين الداخلي قد يصبح صفر. ليه بقى يا عم؟ اصل احنا عندنا منطقه المقابر كتيره جدا، الامام الشافعي وما اعرفش في وسط القاهره. بيقول لك الاراضي دي بمليارات. الا انتوا ايه ما بتنتجوش؟
ما بتفكروش، ما بتشتغلوش، مش هيبقى التاريخ والأصول والفنادق وقناة السويس ومسبيرو، لا ده هيبيع ابوك وامك. وقال لك مفيش مانع ان احنا نعمل مقابر جديدة وندي لكل عيلة مقبرة مجانا، كانه بيطلع من عند من ابوه. يعني انا مثلا جدي او ابويا عمل مقبرة وساهم فيها، كنت بدفع زمان في المقبرة 500 جنيه، النهاردة ب50,000 جنيه. بس دي قريبة، انت عاوز تزور ابوك ولا امك ولا خالك ولا عمك ولا امك يا اخي ذوي القربة دول. قالك لا هنشيل الحتة دي كلها وحضرتك تبقى تزوره في الصحراء بقى. طب انت هتشيل المقابر بنفس نمرها بنفس العنابر بتاعتها؟ لا انا عاوز فلوس. يبقى اسمها ايه مصر، صبع على مصر بمقبرة. لو كل واحد عنده حتة كده من المقبرة يتبرع بيها لمصر، صبح على مصر بجنيه. ايه ده؟ يعني انا فاهم ان في مسخرة صحيح، بس كنت فاهم انه ده الكلام ده قاله مثلا سنة 16 ولا حاجة، ان النهاردة اغتنينا بقى والصندوق النقد الدولي مبسوط مننا بقى. لا ده انتوا فقر ولاد فقر وستين فقر جاتكم البلا. ده عاوز يبيع المقابر ويقول لك الاستاذ الدكتور محمد شتا بعت لي وقال لي السيسي وحده يستطيع نقل الوزارات والمعسكرات والمقابر خارج القاهرة. ياكش تولع بجهاز التوسيسي بتاعك. ايه ده؟ ايه ده؟ دي تفليس يا بيه. ما لو عندك حاجة تعملها كنت تتكلم على مصانع، انما انت بتبيع اراضي بس، اراضي وتجيب منها فلوس. لا مصنع اتعمل، لا المصنع اتباع، ولا شركة اتعملت، لا الشركة اتباعت، لا قطاع خاص اشتغل، لا القطاع الخاص راح. امال ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بيعملوا الاتي. اتفضل يا بيه. الحكومة تتحالف مع الصندوق السيادي لمواجهة استحواذ صغار ملاك البقر على الألبان. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قال لك 80% من مصادر الألبان اللي بيتم تجميعها من السوق مصدرها أفراد بيمتلكوا من بقرة لخمس بقرات صغار ملاك البقر. هذا السوق متفتت ويحتاج لمشروع عملاق. الله عليك يا هشام. مشروع عملاق هو ايه بقى بيه؟ ان احنا عشان ما يحصلناش ازمة واللبن يقل في البلد وممكن الاعداء في تركيا وقطر يستقصدوا البقر بتاعنا بحاجة كده ولا كده، نعمل ايه بقى؟ قال لك نسعى لاقامة مشروع داجني وحيواني بحجم كبير بالشراكة مع الصندوق السيادي على الاراضي المملوكة لوزارته في مدينة توشكا على مساحة 28,000 جنيه. يعني تلم البقر كله ولم بقر السيسي كمان. يبقى ناس عاوزة تبيع المقابر وناس عاوزة تلم البقر من الفلاح البسيط اللي بيشرب منها الصبح شوية حليب ويرضع عيال ولا يعمل حتة جبنة وتديها له، تديها للصندوق والفلاح يقعد في الغيط يغني مع مراته بقى ظلموه. عاوز شوية حليب يقول لما الحليب يجي من توشكا يا ولي. طب الحليب هيغلى يا ولا، اصل الحليب دلوقتي بقى بياكل الجواميس بتاعتنا بتاكل برسيم حلو كده. ايه ده؟ طول عمره في قطاع خاص وفي قطاع فردي، في حاجه اسمها انتربرنور وفي صغار الفلاحين وصغار الملاك، زي ما في صاحب دكتور صاحب عياده صغيره وواحد تاني مجموعه عندهم مستوصف وواحد تاني عندهم مستشفى صغيره. دي كلها عماد الاقتصاد. حضرتك خدت البقر وجبت استثمارات من عند مين؟ من عند الامارات او من الصندوق السيادي. هيبقى البقر جزء من املاك الصندوق السيادي. وتمشي بقى في الناس اللي هم ده احنا عندنا مليارات، هتشتري ولا هتاخد البقره بالفلاح بتاعها؟ سؤال. هتعملها ازاي؟ لا وده جاني يعني كتاكيت وفراخ وكده، يعني حضرتك مفيش واحد هيعمل حاجه ابدا، كله هيبقى عند السيسي. ده الكلام ده مش انا اللي قلته، ده هم اللي قالوه يا جماعه قدامك اهو. قال لك ان ده كله هيتعمل في توشكا. على فكره في توشكا بيعمل حد دلوقتي، الامارات بتاخد من توشكا البرسيم والاعلاف عشان تاكل بهايمها في الامارات. عارف كده ولا لا؟ يعني احنا بنختصر الميه عندنا وبنستخسرها في الفلاح ودول بياخدوا للامارات. فتتوقع على طول المشروع ده هيبقى ايه؟ اماراتي. ايه يا جدعان في ايه؟ واحد نبيع الرفاه والمقابر، والتاني تبرع لمصر بالبقرة وبالمعزة،
طب الفلاح اللي قاعد في مثلا في كفر ولا في عزبة بعيدة كده ولا في حتة نائية هيعمل ايه لما تاخد انت منه البقرة؟ يا بقر ولا الجاموسة ولا المعزة ولا الخروف ولا الجدي، يخرب بيتكم هيعمل ايه؟ ما هم دول هم مرعاه، بيقوم الصبح بيحلب حبة حليب، بيتولد له بقى بعورة صغيرة ولا بسموها ايه، بيروح يبيع ويشتري وعايش عشوة الحليب، حتى الجبنة حتى الزبدة حتى القشطة، حتى الريف ما بقاش فيه حاجة اصلا، ما بقاش فيه مية في النيل، الناس ما عندهاش مية للزرع. انت بتعمل ايه؟ اي حاجة موجودة عند المواطن خدها ودفعوا ضرائب ودفعوا جمارك، ولما يجي شهادة يدفع، وبعدين يدفع للضابط في المرور ويدفع للضابط في، وكل حاجة عليها ختم، ختم اسمها ايه؟ ودمغة، ختم ودمغة، ختم ودمغة، يقول لك لتأمين الصحي للضباط ادفع ايها المواطن. انا ادفع، ده انا بدفع وطلعان عيني، لكن هي دي الدولة للأسف، هي دي الدولة. الماعز هيصدروه والبقر هيصدروه، وتطلع وزارة التخطيط تقول لك غير صحيح، ونؤكد أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، اللي هو بيقول لك أنه بيع صندوق مصر السيادي لأصوله وممتلكات الدولة. أيوة، ما أنت لما تاخد حضرتك الفنادق هتعمل فيها إيه؟ هتشغلها وانت صندوق تشغيلي؟ لا، انت هتقدر قيمتها وتخش في شراكة مع أجنبي، والأجنبي هو اللي سيطر عليه. ماشي يا ابني، عدد العمال اللي موجودين في فنادق اسوان كله، يبقى انت عملت ايه؟ ما انت بعتها. هو انت فاهم الناس هبله يعني؟ يعني ايه شراكه؟ ما الراجل قال لك امبارح الدكتور مصطفى، بيجي الراجل الهندي خد شركات الغزل والنسيج، يلا يا انت هو روح معاش مبكر، ده بيع ولا ايه؟ وبعدين عمل ايه؟ انتج؟ ما انتجش، باعها اراضي ايه؟ سويرس خدها قفلها، خد شركات الاسمنت قفلها، خد شركات غير قفلها، بقى اشتري وبيع. الراجل بتاع البيره بتاع شركه الاهرام، اليهودي اللي عمل نفسه مصري وسمى نفسه الزيات، عمل ايه؟ خد الشركة ببلاش وقام بيعها، عمل فيها مليارات ومع السلامة. انا ضحكت عليكم، انا اصلي يهودي مصري مش ولا مسلم ولا مسيحي، عادي يعني. ما يعني بتتكلموا في حاجات كأن الناس هبلة، لكن هو ده الانقلاب زي ما بقول لحضرتك. انا مش عارف، احنا معانا الفيديو بتاع الاستاذ وائل الشافعي، نائل الشافعي ولا لا؟ لا مش معنا. طيب، هو الحقيقة انه برضو يعني هو بيرد رد كبير جدا على فكرة بيع الصناديق دي او عمل الصناديق دي، اللي هي مش صناديق سيادية ولا يحزنون، دي صناديق املاك. اخد فاصل قصير وارجع لحضراتكم. اهلا بكم. كمواطن مصري يهمني ان بلدي يكون فيها نيابة واستجوابات وتحقيقات وجهاز امني محترف وجهاز قضائي محترف وكل شيء يبقى كويس. انا نفسي ان يكون عندنا هذه الاشياء يعني. انما حقيقة ان كل القضايا اللي حصلت من انقلاب لحد النهار وما قبله يا مبارك، هو ان وكيل النيابة بيجيله الخبر بالتليفون. ساحكي واقعة في ذلك. اعتقل ذات يوم الدكتور حسين الدرج، وهو أستاذنا وشيخنا ومعلمنا والنقابي وعضو مجلس الشعب الشرعي الذي حرم من دخول مجلس الشعب سنة 2000، الله يرحمه ويرحم زوجته. فطبعا هو يوم معتقل، ليلة معتقل بالليل، تم استدعائه واستدعائي وأخ ثالث من شبه الخيمة. الراجل اللي جالي بتاع الأمن قال لي حضرتك فلان عاوزك بالليل وأنا في عيادتي في شبه الخيمة. فقلت له طب خلاص يا عم اسماعيل اتفضل انت وانا جاي. قال لي لا، ده هو طالب ان انا اجيبكم في ايدي. انا تجيبنا احنا مين؟ قال لي انت والدكتور حسين. الدكتور حسين بيخلص بعدي لانه بيجي العياده بعدي، فروحنا على عيادته، وبعدين رحنا على اسم اول شبرا خيمه اللي هو امن الدوله في ذلك الوقت في الحته دي، اللي هو مش على البحر، اللي هو جنب قصاد صدناوي، الناس عارفه الكلام ده، جنب مستشفى النيل اللي كنت بعمل فيها. فروحنا قعدنا ساعه اتنين تلاته. المهم قابلت ضابط امن الدوله، قلت له في ايه؟ قال لي انت كنت عامل مظاهره والدكتور حسين كان بيقودها. قلت له ابدا، دي جوله كانت انتخابات بمناسبه انتخابات المحليات. فقال لي لا 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 خلاص. وبعدين حوالي الساعه 1:30 بالليل قال لي هو حسين الدكتور حسين هيعتقل وانت مع السلامه روح. قلت له بس اللي اعتقل انا، لان انا مرشح،
قال لا عشان ما يقولوش ان احنا بنعتقل مرشحين. لحد كده معقول ماشي. يعني دكتور حسين اعتقل فروحنا النقابة، رحت قابلت الامين رئيس نقابة اطباء القاهرة، انا اظن كان اسمه الدكتور ضيائي وكان من اليسار. فقلنا له يا فندم حسين اعتقل وبتاع مش عارف ايه، فهو كلم عبد المجيد محمود كان ايامها النائب العام، قال له يا فندم احنا عندنا كادر من كوادرنا من النقابه مش عارف. فقال له اسمه ايه؟ قال له حسين. قال له ده ما مرش عليا. قال له ازاي ده، انت بديله 45 يوم. قال له ما انت عارف ما هو بالتليفون، انا بحكي واقعه انا شاهد عليها. فجه النائب العام قال لك ايه بقى، مكتب الاف بي اي، الاف بي اي اللي هو فيدرال بورو اوف انتليجنس او مكتب التحقيقات الفيدراليه بالولايات، انبهروا بطريقه الاستجواب والتحقيق في مصر، وقال لك انه حماده اسمه حماده النائب العام خلال زيارته لاعضاء نيابه استئناف الاقصر بالاقصر ان مكتب اف بي اي بالولايات المتحده كانوا يتباهون بقدرات النيابه العامه المصريه، ولما اخبر الجماعه بتوع الاف بي اي عن كيفيه الاستجواب والتحقيق الشريف النزيه اللي ما فيهوش لا كهرباء ولا حاجه انبهروا. بماذا؟ لماذا؟ لان عقلياتنا المتميزه في مصر تفوق اي عقليه في العالم. والله اشهد لك، اشهد لك، عقليه اللسع بالكهرباء والتعليق ولا مؤاخذه الكلاب اللي بتنهش، يا شويه كلاب، ده انتم سمعتكم انكم محطه النيابه ملهاش علاقه بحاجه، النيابه بيجي لها الزبون مستوي، اديله 15 اديله 45 اديله شهر، مفيش كلام من ده، ولا عندنا جهاز قضائي ابدا. كل الاشخاص الذين عملوا في الجهاز القضائي كله من الانقلاب حتى اليوم ولاد حرام صرف، يعني مش هزار انا ما بهزرش، وانتوا عارفين انا ما عنديش ولا هنبطل، لان حضرتك قاعد بتاخد تعليمات من ضابط امن الدوله بالتليفون 15 45، والقصص كتيرة، القصص كتيرة، وبيعمل لك جلسة تجديد، تعالى ايوه دي جلسة تجديد مش جلسة مشهورة، ما تتكلمش معايا، انت عارف ايه التهمة، لا انضمام الى جماعة مش عارف، 45 يوم. واحيانا اللي يعني فيه الرجا وبيحاول يعني ها يقول لك افراج من النيابة، بيجي له اتصال بالليل فالنيابة التانية تقوم ايه مقترضة بسبب التدخل. المهم الغريب بيقول بقى شكرهم على الجهد اللي بيبذلوه نيابه استئناف هنا بالاقصر، وقال ان الجهد الذي بذلته ادارات النيابات بنشاط ملحوظ كان الغرض منه توفير المناخ اللازم للاسراع في تنفيذ التعليمات. في عشرات مئات الاف لم يحقق معهم، موجودين في اقبيه مدينه نصر وفي الاقسام وفي اماكن لا نعلمها الله يعلمها، في عشرات ومئات والاف وحالات معروفه، منهم اخو الاستاذ اخو بقيه اسرته الاستاذ هيثم ابو خليل، ومنهم افراد من اسره الاستاذ عطوه كنانه تامر جمال، ومنهم افراد من عائلات كثيره، ومنهم اخويا شخصيا عادي. يعني نيابه ايه اللي بتحقق؟ ده دول ما شافوش الشمس يا عين امهم ولا عرفوا طريقها. وفي عشرات بقى لهم 4 سنين بقى، خد محمود حسين بتاع الجزيره، يعني لما شفت صورته وهو خارج يدفن ابوه الحياه ما تسويش كده، ايه ده؟ ليه الاذى ده كله؟ وفي طبعا اللي من 13 و14 و15 و16 رموز مصر جوه السجون، والنيابه لا تعرف عنهم شيئا. على اي حال الراجل قال لك ان هناك من يستخدم ما يجري من احداث بخبث لينال من بلادنا، كده انت بقيت سياسي. اول ما تقول خبث وبلادنا تبقى انت سياسي، مفيش نائب عام يتكلم في السياسه يا ابو لهب. المفروض ان انت عندك اجراءات اوراق بتحقق فيها صح. الراجل ده تيار يمين يسار مالكش دعوه، انت ولا انت ولا اللي خلفوك. الناس يؤمنون بما يؤمنون به، من حقهم ان يؤمنوا بما يؤمنوا ويكفروا ما يكفروا، يحبوا ده ويكرهوا ده، انت مش وكيل عليهم كده، ما بقتش نيابه. لكن انا عاوز اعرف الراجل بتاع الاف بي اي اللي ابدا بهاره ده كان موجود، كان اسمه ايه عشان يعني اتصل بيه واساله. اول سؤال هيقول لي تعرف يا حمزه لو كنت مطرحي كنت زمانك قلت ابديت انبهارك قوي
بالتحيات عندكم، التحيات عندكم حاجه ممتازه. اه والله حاجه، انها مسخره مسخره مسخره. دي مستمره في العالم العربي كله. في الامارات عملوا ايه بقى حضرتك؟ بيركبوا اساور فيها حاجه اسمها تشيب، اللي هي الشريحه، ساعات بيزرعوها في السعوديه، كانوا زرعينها تحت الجلد لبعض الناس، او يحطها لك في الجهاز الهضمي بتاعك. الشريحه دي زي الموبايل كده، يقرا في حدد مكانك، فهو بيتابعك 24 ساعه. مين اللي عملها اول واحد؟ محمد بن سلمان مع اولاد عمه، وعلى راسهم محمد بن نايف. محمد بن نايف لو دخل الحمام، لو دخل اوضه النوم، معاه الشريحه دي، بس مركبين له ايه؟ اسوره. وحكى لي قريب لاحد رجال الاعمال السعوديين القصه التاليه. كان هذا الرجل مشهور قوي ومعروف، مش هقول اسمه، كان هو من سكان جده او 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 مكه، وجاي من مكه رايح على جده يتمشى، يعني الواحد اشم هوا يعني. فاتصل بيه واحد، قال له ايوه يا حاج فلان، انت رايح فين؟ قال له رايح اشم شويه هوا يا اخي، اشم شويه هوا. قال له ارجع، انت رايح ناحيه المطار، ما تعتب ناحيه المطار. اه والله محمد بقى بن اهو، اشوف الشيخ الدكتور سعيد ناصر الغامدي بيقول شخص محترم من أسرة آل سعود ليبي معرفة قديمة اتصل من جوال عامل يتحدث عن الضيق والرعب، وأن الذين في أقدامهم أساور من آل سعود تجاوزوا 30، وعلى رأسهم ابن نايف ومتعب بن عبد الله وعبد العزيز بن فهد وبندر بن سلمان أخوه، وأن الـ NSO الشركة اللي بتنتج الحاجات دي والتجسس تولت رصد اتصالات جميع آل سعود نساء ورجال. يا إلهي، ده مين ده؟ ده ابن سلمان بندر؟ يا خبر أبيض، ده فين؟ في السعودية، في الإمارات. ده أظن دوت ابن، ده مش بن نايف، ده بن نايف؟ والله شبهه، بس يعني هو يعني أظنه خس دلوقتي. في الإمارات ده مش بيتجسسوا على الأمراء، في الإمارات بيتجسسوا على الشعب بقى دلوقتي، لأن الشعب قليل فبيتجسسوا عليه كله. وبيقول لك يا سيدي أيوه، إنه في تجسس على المواطنين في الإمارات، المراقبة الشرطية الإلكترونية في جميع الإمارات. خلاص حضرتك مشتبه بيك، يقول له حط لي الأسورة، يلا هات الأسورة ويروح. رايح بقى تاكل، رايح عند مراتك، رايح مش عارف، انت تحت الايه؟ المراقبه. فده في العالم كده يعني، يحط لك اسوره كده. والله ولا الحيوانات، ده بيحطوها الحيوانات عشان لو ضاعت منهم يتلاقوها. هكذا تعامل. ده الحقيقه، ده العالم. يقول لك دي حاجه نظيفه جديده، سوار الكتروني بديل على الحبس، فبدل ما احبسك انا بحط لك الاسوره واتابعك. طب يعني ايه ده بدا في النظام ده، بدأ في 2017 زي ما الزملاء بيتكلموا معايا، لكنه شغال حتى اليوم. دي بيسميناها أساورة من، للأسف، من نار. طيب عموما الحرب مستمرة، وأعتقد أنه كل ده بيمثل وقود لما هو قادم، والشعوب عليها أن تتحرك، لأنه ما فيش حاكم مطمن بيعمل كده، صح؟ حاكم مطمن ما يخافش، ولا بيخاف؟ ما يعملش الاجرام اللي هو بيعمله ده، ولا يتجسس على الناس، ولا يروح تعاون مع اسرائيل، ولا بيعمل كده لانه خايف. خلينا نتاكد من ده. تمام. في السودان جم شويه العسكر، اللي هم مش عسكر برضه، مافيا يعني. العسكر اللي في السودان دول مش عسكر، دول مافيا. منهم واحد كان بيبيع معيز، البيع المعيز مش عيب ولا التجاره فيها عيب، بس هو بقى فريق ومشير. ما فيش في العالم فريق والكلام دوت ولا مشير ولا الكلام ده. ده لازم يكون خاط خمس ست حروب يعني، منها حرب عالميه عشان ياخد رتبه مشير. احنا عندنا على طول عبد الحكيم عامر ظابط بقى ايه؟ مشير. عبد الفتاح السيسي عمل موقعة رابعه بقى ايه؟ مشير. مشير اللي كان قبل كده كان المشير احمد اسماعيل، واحمد اسماعيل، احمد اسماعيل ده كان راجل خاض حروب، خاض دخل في الحرب العالميه الثانيه و48
دخل في 48 ايوه و 67 و 56 و 73. فالراجل يعني مارشال يعني. فطلع في السودان شويه يعني بيبيعوا جنود ومعيز. عملوا ايه بقى؟ حركوا شويه اليساريين او اليساريين اتحركوا قبل منهم والشيوعيين ويلا يا جماعه نعمل ايه؟ ثورة. قلنا طيب البشير وحش ومستبد، جم الجماعه دول عملوا ايه بقى؟ الغاء منظمات واتحادات ومؤسسات اشهرها سند والبر والتواصل. يخرب بيتكم، هو انتم ما وراكوش الا وقف العمل الخيري؟ اه مش كده وبس، ده الحكايه دي فيها كام جمعيه كده. اسمع معايا، جمعيه منظمه البر والتواصل بتاعه حرم النائب الاول او كانت بترأسها حرم علي عثمان محمد طه، اسمها انا السودان، الاتحاد الوطني للشباب، الاتحاد العام للطلاب، يخرب بيتكم، منظمه ذو النورين، منظمات تنميات الانسانيه، منظمه الغيث الخيريه، منظمه ام معبد، درب كان، اتحاد المراه، رابطه المراه، الاتحاد الوطني لشباب ولايه الخرطوم، منظمه تلاوه للتنميه، جمعيه غيث الطبيه، بلد الخير، بيت البلد الخيريه، السالكين، الاصلاح والمواساه. أحلى. عسكر يعني، مافيا يعني. اي جمعيه خيريه اقفل. مش عايزين خير ولا بتاع، دي تعليمات الامارات على طول. امارات سمها ونارها ان المسلمين يعملوا جمعيه خيريه، انما لو في جمعيه مسيحيه الله وكيلك لا يدعموه. والله العظيم، او يهوديه، ادخل بالرجاله يا فرس. ولا يا فرج على راي الشيخ عصام. ادخل بالرجاله يا فرج. ايوه دول تمام. لو كل جمعيات تتقفل دي بتاعت مين؟ مسلمين. وبقى خلي النشاط المسيحي يشتغل ويبقى فيه تسامح بقى. طب ما فيش تسامح مع المسلمين؟ لا، دي السودان، دي الردة. قطع جنوب السودان، بكرة السودان نفسه يتقطع. مش بفولش عليك، بس شوف اللي انا بقولك عليه ده وصدقه، لان العالم دي اقذر من اي قاذورات مرت عليك في حياتك. بيكرهوا الدين بشكل وحش قوي اكتر من الكفار، ويقول لك يصلي ويعمل، لا له علاقة بالصلاة ولا بالكلام ده كله. هو دماغه ان احنا نخلي المنطقه دي كده عسكر وشويه ياسرين وشيوعيين، وبعدين نشوف بقى الياسرين والشيوعيين هيعملوا ايه. هيدافعوا عن الدين؟ مش معقول هيدافعوا عن الدين، ده هم بيكرهوا الاسلاميين يحك جلده، عاوز يتخانق مع الاسلاميين. اقول لك هم اللي خربوا البلد. ايوه، زي ما بيحصل في مصر وزي ما كان بيحصل في سوريا وبيحصل في السعوديه دلوقتي. وطبعا في واحد اسمه علي الحاج على ذمة قضية كانت من 89. ايه علاقته بالموضوع؟ عسكري بقى وقامت في دماغه، قال لك ده تصفية حسابات الاخوان في السودان، التوقيف الحاج تصفية حسابات شخصية. طبعا. ولو حد عنده حاجة، حتة أرض هياخدوها، قصر هياخدوه، بيت هياخدوه. دول مش عسكر، مش جنرالات. هو حمدتي كان دارس في الجيش؟ كان بيشتغل في الجيش، ده كان من أول أنفار. عمره ما كان في الجيش ولا عمره كان ظابط ولا رده. دول شويه جعرات كلهم، وحتى بتوعنا في كل حته ما درسوش حاجه، بيجيب من الميليشيات من البلطجيه واديله رده، قعد 3 أشهر في اي دوره وخلاص، وقول ده خريج ديفيد هيرست في بريطانيا، ولا بيعرف العربي ولا انجليزي ولا بيعرف اي حاجه. جاتكم البلا، والله جاتهم البلا فعلا، يعني حاجه سيئه جدا. انا طبعا تلفيت او تحشيت الكلام عن موضوع الحجاب والكلام عن الشيخ الشعراوي، قلت يعني ايه هوجة، لان هو مطلوب دلوقتي تطلع هوجات عشان نغطي على السيسي. دلوقتي اللي هيحصل الاستراتيجية اللي قالها ياسر، اللي انا شرحتها ياسر رزق، انه هاتوا الوزراء واشتموهم. الاستاذة الهام شاهين اللي هي قالت ان السيسي كلفني باني اجدد الخطاب الديني، سكتنا قلنا ماشي، يمكن تعرف تجدده، احنا نقول لا، زي ما جدد شبابك كده. طلعت قالت الهام شاهين، قالت الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين. يا جهلة، عبد الفتاح السيسي نفسه طلب من رجال الدين يتكلموا في السياسة. في المؤتمر بتاع ولا الحفلة بتاعت مولد النبي قال لهم
اقعدوا اتكلموا في الشأن العام. لكن هو المشكلة زي ما قلت حضرتك كده انه الناس دي يعني عندها مشكلة مع الاسلام نفسه ومع رموزه. فليش الشعراوي يتكلم في حاجات بره الدين؟ ايه اللي بره الدين بقى؟ قولي لي بقى كده. معرفش. قالت لك انه كانت بتناقش كتاب، بص بقى، كتاب لخالد منتصر، هذه اصنامكم وهذه فأسي، لماذا يخاصم المسلمون الحداثة؟ وقال ان الشيخ شعراوي قال مثلا ان مريض الكلى لا يجب ان يتعالج من مرضه، واشارت انها تعلمت منه الكثير وتحب كل ما يكتبه وتردده في المقابلات. ايوه، خالد منتصر ده مش عاجبه الشعراوي، ومش عاجبه مية زمزم، مش عاجبه الصيام، ومش عاجبه اي حاجه. طب نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ وبعدين اذا الشيخ الشعراوي بيتكلم في قضايا مش من الدين، ما هو راجل عام، ما هو اي فسل عندكم بيتكلم في كل حاجه. اذا كانت الاخت اسمها سامع المصري، طبعا انت بتعز طلعتها، لكن يعني احنا مش هنقدر نعرض لك كل الصور، بتخنقك. ها، في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش. احنا جبناك ارحم صوره ليها. قالت لك انا رايحه مؤتمر مهرجان السينما. ايه، طبعا في صور حاجه يعني غير كده. لبست الايه؟ انت طبعا بتلعن اليوم اللي هي لبست فيه الحجاب، صح ولا لا؟ بكره هتقلع الحجاب، تلبس الشورت، تقلع الشورت، تلبس اللي مش عارف القميص، تقلع القميص. دي بقى شغل اللي هو بتاع المخابرات بقى. يلا نزل لنا ايه الطقم ده. والتانيه اسمها ايه اللي بتطلع، رانيا يوسف، اللي عامله زي مصر في 25 يناير على راي السيسي، عرضت كتفها وكشفت ظهرها، اهو نفس الكلام. ودول بقى بيتكلموا في الدين. طب ده معقول؟ لكن اللي طلعها الراجل ده اللي جاي ده، الافتاء ده، لا مش دي. الخبر بتاع الافتاء اللي انت كنت لسه جايبه من شويه، قول تاني كده. ايوه، ده بقى بيقول لك، دار الافتاء بتقول لك ايه؟ الحجاب ليس ما لم يرد في القرآن، ولكنه فرض. ايوه، يقول شيخ الازهر ولا الازهر يقول لك الحجاب فرض لصالح المرأة، يستر مفاتنها ويحافظ على فطرتها. هو حضرتك بتصلي 4 ركعات الظهر، صح؟ هما ال4 ركعات وردوا في القرآن؟ ها؟ هيكون وردوا في القرآن. طب المغرب 3 وردوا في القرآن؟ ايه الليلة السودة دي؟ فناس تقول لك الحجاب، ايه الحجاب ده، مالوش في القرآن، ويطلع لك صابرين وفريدة الشباشي، وتقول لك الست اللي بتحجب ست وحشة وبتداري وحشتها. يا حاجة، يا أمي، يا ست الكل، ربنا يسترك. عيب، عيب اللي بتعملوه في نفسكم ده، والله عيب. لا دي قضية الناس بتتكلم فيها ولا حاجة. محدش قال لك اللي عاوز يلبس حجاب يلبس حجاب، اللي عاوز يلبس نقاب يلبس نقاب. عجبني جدا الرد الشيخ احمد كريمه على بعض الناس في الاعلام اللي بيتكلموا في قضيه النقاب ومش عارف وايه. الراجل الحقيقه رغم ان خلافي معاه في حاجات كثيره، طلع في سعاد صالح دي واداها جامد، اداها جامد قوي، ده حتى جامد زعل. بعض الاحيان انت تشعر انه فعلا القضيه قضيه الاسلام، ويجب أن تشعر بكده. أنا عاوزك تشوف برنامج واحد بس لعمر، للإبراشي، للأخ اللي هنا، لأي حد جاء وناقش حجاب الراهبات أو ناقش لحية الراهب، عمرك سمعتها؟ ده لما الناس كانت حاطة المصاحف في الميكروباصات، شيل المصحف، حاطين صلي على النبي، شيل النبي، تلاقي الناس حتى الصلبان وماشية، حد قال لها انت شيل امزح؟ طب ليه ما بيقولوش بقى؟ يعني هو المطلوب الضرب ده عشان يترجم يروح بره احنا بنحارب الاسلام، واحنا بنقول لك احنا واقفين ضدك لانك بتحارب الاسلام بس. لا سياسه ولا يحزنون، هي القصه كده، هي المعركه كده، دي حقيقتها، دي بدايتها ودي نهايتها. انتم اعداء لهذا الدين واعداء لهذه الامه وعملاء لغيرها. لم تقدموا حضارة ولم تقدموا
قدموا تنميه، لا العسكر في يوم قدم حضاره ولا نيله. عبد الناصر عمل اللي عمله في الاخوان، وعمل اللي عمله في الاسلام، والسيسي عمل وولع في الناس. ما بناش دوله وما بناش حضاره وما بناش نتكلم، لانه الكلام هيبقى تقيل عليكم قوي، وانتم اراذل الناس. مين سوى مصر اللي مطلعها لما اخذ بالتكعيبات بتاعتها والمربعات فوق وتحت دي مطلعينها وتلبسوها حجاب؟ هي دي هتبقى الحجاب بتاع المراه؟ انت فاهم غلط يا جحش انت وهو، فاهمين غلط فعلا يعني. مساله اكبر من كده بكتير، مساله ابعد من كده بكتير. لكن كريمه عمل اللازم يعني، اداهم شويه حلوين، اتمنى تسمعهم زي ما انتم شفتوا كده. يقدر حد يطلع في التلفزيون يقول الست اللي طالعه بمايو دي مخالفه للشرع؟ لا لا لا، حريه فرديه. طب الست لابسه نقاب؟ ده النقاب يا جماعه، طب قلعناها النقاب. كمان الحجاب برضه منظره مش حلو، يبقى امن قومي برضه. ما نعبد بقى الامن القومي، بلاش نعبد ربنا. ما الخمره بيبيعوها ليه؟ يا اخي ده ربنا قابل من الناس الكفر. يعني جاي على حبه الخمره دول خليه يشرب. طب ده ربنا حرم الربا، يقول لك خلي الناس تاكل عيش يا اخي. لا خلاص نعبد بقى الحاجات دي ونسيب ربنا. هي دي القضيه الكبرى. العسكر والجنرالات اغبياء وعملاء وليهم دين خاص كده، دين الشيخ هاي ماذا هاي ويقول لك اهم حاجه الوصل والوصال، بدل انت متصل بالله خلاص بنمره كام ما اعرفش. ما عندهمش دين، وزيك بيكرهوا الناس المتدين. ليه؟ دي انت شفت المتدين سرق على مدار كل السنين كم قضية نصب واحتيال على اسلامي؟ ما تجيب لي قضية واحدة. عندك انت حاجة زي كده؟ مفيش حاجة. هدأ كل العرر اللي بتصدروا المشهد الانقلابي ده كلهم مفضوحين. فهو يجي ايه؟ يرزل. ختان البنات يا اخي انها عملية جهاد. يا عم حد قال لك ايه؟ انت فاهم؟ اهدى شوية. ده بقى المهم المخرج طبعا ده يقعد يزعق ويقول لك فاصل. كان نفسي اتكلم اقول لك على مرتضى لكن مش هقول لك، بقى اقول لك بعد الفاصل اللي هنلتقي فيه ان شاء الله يكون معانا فيه ضيفنا من امريكا السناتور السابق مورن، وهنتكلم على ما يحدث في امريكا. لكن قبل ما نتكلم معاه ان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم على اسمه دادا ولا اسمه ايه؟ دادا البسكليت. اهلا بكم في الجزء الثاني من البرنامج. في هذا الجزء سنتحاور مع عضو مجلس النواب الامريكي السابق عن ولايه عن فيرجينيا جيمس مورن عن الذي يحدث في امريكا. مرت الايام القليله الماضيه بجلسات استماع علنيه ضمن اجراءات خلع الرئيس او محاسبه او محاكمه الرئيس ترامب أو نزع الثقة منه. وظهر من الشهادات التي جيء بها إلى لجنة الأمن والاستخبارات في الكونغرس أن هناك مجموعة من الدبلوماسيين سواء فيونا هيل سواء ديفيد هولمز سواء جوردون سوندلاند أن هناك اتفاق مبدئي في شهادتهم على أن الرئيس الأمريكي ترامب حاول أو استخدم بالفعل الدبلوماسية الأمريكية للضغط على الحكومة الأوكرانية لكي تعيد التحقيق في مسألة الشبهات التي طالت ونالت الرئيس الامريكي او ابن الرئيس الامريكي نائب الرئيس الامريكي الاسبق جو بايدن. والحقيقه انه كثيرون وانا كنت اتابع الاعلام الامريكيه تحديدا الجميع اكد على انه هناك ربط حاول ترامب ان يربط ما بين المساعدات العسكريه الامريكيه لاوكرانيا الحليف في الناتو والمجاور لروسيا والتي تشكل جبهه للصراع مع روسيا بين هذه المساعدات وبين إجراءات إعادة أو فتح ملف
ما سمي بفساد ابن بايدن رغم أن النيابة أغلقت التحقيق. هل سيؤثر ذلك على سمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل سيؤثر ذلك على مستقبله السياسي؟ هل سيؤثر ذلك على وحدة السياسة الأمريكية الممثلة في النواب وأعضاء النواب والكونغرسمن؟ هل هناك انقسام داخل المجتمع السياسي والنخبة السياسية الأمريكية يهدد بشيء ما قد يكون سيء في المستقبل؟ هل سينجح ترامب؟ هل سينجح الديمقراطيون؟ هل ستستمر؟ ما تأثير ذلك على صورة أمريكا في الخارج؟ كل هذه الأمور سنناقشها مع السيد عضو مجلس النواب السيناتور جيمس موران. مرحبا بك يا سيدي في البرنامج. Welcome to the program. No. Thank you. شكرا لك. الآن انتهت جلسات الاستماع العلنية وشهد شهود لعل أبرزهم فيونا هيل، ديفيد هولمز وجوردون سوندلاند، والثلاثة تقريبا اتفقوا على أن هناك ثمة علاقة ما بين دونالد ترامب ومحاميه الخاص جولياني لاستخدام السلطة ممثلة في البيت الأبيض للضغط على حكومة حليف لأمريكا هي حكومة أوكرانيا من أجل إعادة فتح التحقيق في ما سمي بمخالفات للشركة التي كان يديرها أو يمتلكها ابن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. هل هذا ما فهمه الرأي العام الأمريكي وما فهمته أنت بصفتك رجل كونغرسمان أو ريبريزنتيف عشت السياسة وتتعامل معه حتى اليوم؟ هل هذا الفهم صحيح؟ Is this the correct? Yes. نعم. Yes. Shall I respond? هل أجيب؟ Yes. Yes. مهم بالنسبة للمشاهدين أن يفهموا بأن حاليا بأن هناك سياستين خارجيتين لأمريكا والتي ظهرت في هذا الطلب لعزل الرئيس. واحدة تم القيام بها من قبل الخدمة المحترفة والدبلوماسيين، وهدفهم هو أمن وضمان أمريكا وتوليد السلام عبر العالم، وهذا الهدف التقليدي للسياسة الخارجية الأمريكية. أما هناك سياسة خارجية جديدة ثانية تشغل ليست بالضرورة في مصلحة أمريكا بقدر ما هي في مصلحة الشخصية السياسية للسيد الرئيس ترامب. إذن أغلبية الكونغرس الأمريكي سيصوت لعزل الرئيس ترامب لأنه هناك أدلة كافية قد وصلنا إليها بتظهر بأن الرئيس ترامب كان يحاول أن يرشو الرئيس سيلينسكي الأوكراني لأن يعلن بأنه كان يحقق فيما يتعلق بالسيد بايدن، وهو الذي سيقف في مواجهة السيد ترامب السنة القادمة. هذه نفس التقنيات التي استخدمت في 2016، حيث
الرئيس ترامب كرر حقيقة أن الإف بي آي كانت تحقق فيما يتعلق بهيلاري كلينتون، وداعميه كانوا يقولون أنها فاسدة. كان هدف السيد ترامب هو أن يجعل داعميه يقولون نفس الشيء عن جو بايدن بحيث يتخلص منه، ولكن هناك من صفر صافرة الإنذار من الحكومة الأمريكية، والذي كان يخاف من أن هذا كان أمر غير قانوني وغير أخلاقي وليس حتى أمريكيا. وهكذا فقد أعطى تقريرا عنه للكونغرس الأمريكي، ونتيجة لهذا التقرير فهذا هي من قام باستخدام الصافرة كان على صحيح. الرئيس ترامب تصرف بشكل غير أخلاقي ويمكن لنا أن نقول بشكل غير قانوني أيضا، وهذا عكس ما يؤمن الكونغرس بأنه مصلحة الولايات المتحدة. أنا لا أؤمن بأن الرئيس ترامب سيتم اتهامه في السنت، ولكن لأن هناك أغلبية للجمهوريين، ولكن هناك أغلبية أنه سيتم عزله من قبل الكونغرس الذي يتحكم به الديمقراطيون، الذي قام بجلسات هذه الاستماع للدبلوماسيين المحترفين الأمريكيين الذين أظهروا من دون أدنى شك بأن هذا العمل قد حدث فعلا، وأن جيولاني كان يعمل بمصلحة الشخصية لترامب، وعلى عكس أن الدبلوماسية الأمريكية كانت تعمل بشكل متناغم تحت سلطة وإدارة الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بأوكرانيا سابقا. لكن سؤالي هو، هل وصل إلى المواطن الأمريكي، الناخب الأمريكي، نفس ما وصل إليك، أم أن ما وصل إليك بحكم أنك رجل سياسي لك خبرة في المجال السياسي، هل نجح الديمقراطيون من خلال هذه الجلسات العلنية والمحاكمة العلنية إن صح التعبير في إعادة رسم صورة ترامب وتقديمه للرأي العام على أنه فاسد، وأنه حاول إرشاء حكومة دولة صديقة، وأنه يحاول تشويه صورة جو بايدن المنافس الذي قد يكون maybe اللي هو المنافس الرئيسي له في الانتخابات المقبلة؟ هل الشارع الأمريكي وصلته نفس ما الرسالة أو الصورة التي تتحدث بها عنه الآن؟ أغلبية الشعب الأمريكي حسب الاستفتاءات تظهر بأنها هم يؤمنون أو يعتقدون بأن الرئيس ترامب قام بعمل اعتداءات أو خروقات، ولكن هذا تقريبا 55% من السكان. إذن الشعب منقسم، حوالي 45% من السكان يدعمون الرئيس ترامب بغض النظر عن أي شيء آخر. هناك حوالي أكثر من 55% من الشعب الذي يعتقد بأن الرئيس ترامب يقوم بالتصرف حسب مصالحه الشخصية والسياسية والاقتصادية وليس مصلحة أمريكا. هناك الكثير من الأمور التي كان من الممكن أن يتم الحديث عنها في هذه اللجنة للتحقيق. السيد مولر اقترح حوالي 10 أمور لعزله. نانسي بيلوسي قررت بأن هذا العمل هو الأخطر، لأنه لم يؤثر فقط على الأمن القومي الأمريكي، ولكن أيضا على حليف والتي هي أوكرانيا والتي هي تحت اعتداء روسيا. وهكذا اختاروا هذا الأمر بحد ذاته في الشهادات، والشهادات أظهرت أن هنالك شكوك قد تم تأكيدها بأن ساندراند السفير الأمريكي للاتحاد الأوروبي والذي كان مساهم كبير في عمل السياسة الخاصة بسيد ترامب قال، وهذا للتسجيل، أن الرئيس ترامب لا يهتم حقا
هو لا يهتم فعلا بأوكرانيا، ما يهتم به حقا هو انتخاباته فقط، وأنه يريد الرئيس زيلينسكي أن يعلن بأن التحقيق يتم حول الرئيس النائب الرئيس السابق بايدن بحيث لا ينتخب مرة أخرى. كثيرون يعتقدون أن هذا استخدام غير صحيح للسلطة الرئاسية. إذن أؤمن بأن أغلبية الشعب الآن يتفق مع أغلبية الكونغرس الأمريكي بأن الرئيس ترامب قد استخدم سلطته بطريقة تتضارب مع مسؤولياته الأمريكية. ألا تعتقد أن استخدام سلاح العزل هو سلاح ذو حدين، استخدمه الديمقراطيون في هذه الحالة، وأنهم ربما إن لم ينجحوا في عزل ترامب لأنه ليس لديهم أغلبية في السينت اللي هو مجلس النواب، فربما ترتد الطلقة التي أطلقوها على ترامب إلى صدورهم هم؟ هل تتفق معي في ذلك؟ لا أتفق معك. العزل ويتم بشكل أساسي أو البحث في أمر العزل لأسباب ليست سياسية. الرئيس ترامب سيخدم كامل مدته، ولكن الطريقة الوحيدة لكي نزيل الرئيس ترامب عمليا هو أن يتم هزمه في الانتخابات القادمة في نوفمبر في 2020. وإن لم يكن الكونغرس قد قام بأي عمل فيما يتعلق بهذه الأمور فهذه ستكون سابقة، بحيث أن الرؤساء الآخرين أو القادمين قد يقوموا برشوة قادة العالم ليحصلوا على فوائد شخصية وسياسية. شعر الكونغرس بأن لا يمكن لنا أن نسمح للرؤساء الأمريكيين أن يقوموا بهذا، وأنه يجب أن يكونوا مسؤولون عن أو محاسبون، لأنه إن لم يحصل هذا فالرؤساء القادمين في البيت الأبيض سيشعرون بأنه يستطيعون أن يقوموا بما يرغبون به للمصالح الشخصية والسياسية. لذلك هذا القرار وهذا الاستقصاء سيتابع، لأن هذا يخدم التاريخ والرؤساء القادمين. نحن نؤمن بالديمقراطية، والناس الذين ينتهكون القوانين في بلدنا يجب أن يحاسبوا، سواء كانوا لديهم سلطات سياسية أو لا. هذا أمر على الكونغرس القيام به. ولكن وفقا للتحليلات وفقا لما نراه، هناك انقسام داخل الكونغرس، هناك كتلة من النواب لا ترى نفس الموقف ولا ترى أنه يجب محاسبة الرئيس. إذا لم يعزل الرئيس، هذا ما قصدته أنا في هذه الحملة أو بهذه الإجراءات، فقد يعود أقوى مما كان، لأنه سيعيد تقديم نفسه إلى الرأي العام الأمريكي على أنه ضحية لما قال هو عنه حين وصف الأمر، أو وصفه بعض النواب الجمهوريين بأنه محاولة انقلاب على السلطة. فما قولك؟ أنا أتفق معك. الرئيس ترامب سيحاول أن يصف نفسه على أنه ضحية هذه المطاردة السياسية، مثل ما قام به السيد نتنياهو في إسرائيل وقال أنه ضحية مطاردة سياسية. ولكن الاثنين والرئيس ترامب بالذات يجب أن يواجه الحقائق، وأن هذا ليس فقط
عملية غير حقيقية، ولكن هناك أدلة تثبت هذا الكلام وليس كلام غير صحيح. لا أعرف إن كان الشعب الأمريكي سيتفق مع الرئيس ترامب على أنه ضحية لهذه المطاردة الغير شرعية، ولكن أنا أعتقد حسب قوله، ولكن أعتقد بأنه على الأغلب هذا سيؤذي الرئيس ترامب في الانتخابات القادمة، لأن السنت فيه أغلبية جمهوريين، وأعتقد أن الشعب الأمريكي سيقرر أنه عندما يتجاهل السنت كل الحقائق ولا يعطي ويحرر الرئيس ترامب من كل هذه التهم، فهذا سيكون في تاريخ أمريكا على أنه واحد من الرؤساء الأمريكيين الذين تم عزلهم، وبدلا من أن يساعده هذا أو تم التساؤل حول طريقته، وأعتقد أن هذا سيؤذيه في 2020، ولكن نحن في ديمقراطية هذا وله حق اختيار ما يريد، ولكن الحقيقة هي أن الناس لديهم حرية أن يقرروا، وهم ليسوا لديهم حرية أن يقرروا الوقائع، والوقائع هي في النهاية من يقرر، وهي من ستؤذي فرص انتخاب ترامب السنة القادمة. فأنت تعتقد أنه قد أوذي، وأن الجمهوريين بتأييدهم له في هذه الجلسات أو الجلسات أضروا بأنفسهم، أليس كذلك؟ أنا أعتقد بأنك تحاول أن تقوم بمعظم ما يحاول المعلقون الأمريكيون القيام به، والذي هو محاولة تأطير هذا الأمر على أنه فقط من منظور سياسي، ولكن أنا أعرف أن الكثير من أعضاء الكونغرس الأمريكي لا يرغبون في أن يصوتوا على عزل الرئيس ترامب، لأن هذا سيؤذيهم في الانتخابات، ولكن قرروا مع هذا القيام بالتصويت ضده، لأنهم يعتقدون أن هذه مسؤوليتهم الدستورية لكي يحاسبوا من يجب أن يحاسب، حتى لو كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع من الأهم أن نحاسب رئيس الولايات المتحدة من غيره، هذه ليست فقط ديمقراطية، ولكنها ديمقراطية يجب أن يتم التحكم بها من قبل القانون وحكم القانون. القانون موجود لغرض ويجب أن ينطبق على الجميع، وعندما يقوم شخص بانتهاك القانون فهذه مسؤولية المسؤولين المنتخبين بأن يتأكدوا من أنه يحاسب، بحيث أن القادة القادمين لا يقومون بانتهاك القانون. أنا أؤمن بأن هذا أمر هام يظهر وهو يعبر عبر السياسات ويتعدى السياسات. لا ألومك على محاولة وضع هذا ضمن سياق سياسي، لأن معظم المعلقين الأمريكيين أيضا يحاولون نفس الأمر، ولكن أعرف أن كثير من أعضاء الكونغرس لا يرون هذا على أن أمره سياسي، ولكنه أمر أخلاقي وأمر مسؤولية مهنية، وهو أن نقوم بالتقصي والعمل حسب الحقائق والوقائع التي أمامنا. الحقيقة أيضا أن هذه ممارسة عظيمة تمارسها أمريكا ومؤسساتها عبر السنين، ولا أحد يجادل في ذلك. دعني أنتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بسياسة ترامب الخارجية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدح كثيرا في عبد الفتاح السيسي، الجنرال عبد الفتاح السيسي، واعتبره الدكتاتور المفضل، ومدحه، ذكر كمؤلف كتاب النار والغضب في كتابه أنه سماه بكلمة لا أستطيع أن أقولها بالعربية، لكن يعني شيء يعني تحدث عنه بطريقة ساخرة. ما تقييمك للسياسة الخارجية لترامب في الشرق الأوسط، من ناحية دعمه لمحمد بن سلمان
المتهم الرئيسي والذي تدور شكوك كبيرة جدا حوله بأنه الذي أعطى الأوامر لقاتل جمال خاشقجي الذي كان يكتب للواشنطن بوست، ولدعم ترامب لعبد الفتاح السيسي الذي يقبع في سجونه حوالي 60,000 مصري ومصرية. أنت على صواب، أن ألحظ بأن الرئيس ترامب قد قال فعلا أن الرئيس السيسي هو الدكتاتور المفضل العسكري. لا أعرف إن كان هذه الطريقة التي قالها حقا، ولكن فعلا تم تقرير هذا في ذكره في التقارير. نعم، هو يحب أو دعم الدكتاتوريين العسكريين وأيضا الدينيين، ومعظم الكونغرس لا يتفق معه. يعتقدون أن السعودية وحاكمها محمد بن سلمان قد انتهكوا كل العادات والتقاليد الدولية عندما قاموا بقتل هذا الصحفي الأمريكي جمال خاشقجي. والرئيس ترامب لا يبدو أنه يزعجه هذا. أعتقد أن الكثير من أعضاء الكونغرس يشعرون بأن الرئيس السيسي أو جنرال السيسي قد سجن الكثيرين الذين لا يجب أن يكونوا في السجون، الذين لم يقوموا بانتهاكات أو جرائم ولكن فقط كانوا خطر على إدارته، وهذا عكس السياسة الخارجية الأمريكية والداخلية وعكس القيم الأمريكية. ولكن آراء الرئيس ترامب، أريد التأكيد على هذا، ليست متناغمة مع كل آراء الشعب الأمريكي أو أغلبية الشعب الأمريكي، وليست متناغمة حتى مع آراء الكونغرس الأمريكي سواء في السياسة الخارجية أو الداخلية. في الواقع أغلب الكونغرس يعتقد أنه لا يجب أن نبيع الأسلحة للسعودية في أثناء قيامها بهذه الحرب على اليمن، ومعظم الكونغرس لديهم مخاوف من أن الرئيس السيسي وقمعه لحرية التعبير والحقوق الأخرى للإنسان، حقوق الإنسان الأخرى. أمريكا هذا البلد منقسم، ونحن سنقرر في أي اتجاه سنذهب به في هذه الانتخابات القادمة، وهذه ما يحدث في المجتمعات الديمقراطية. إذن حسب رأيي، فعلى المدى الطويل معظم الدكتاتوريات العسكرية والحكام القمعيين سيخسرون الدعم من شعوبهم، ولن يتم تذكرهم بشكل جيد عندما تكتب كتب التاريخ. عندي إشكالية الحقيقة أحيانا كثيرة في فهم طبيعة اتخاذ القرار في أمريكا. تقول إن الشعب الأمريكي والكونغرس في مجمله يرفض، أو أن ترامب ليس متناغما مع المؤسسة التشريعية ولا مع رغبة الشعب الأمريكي في أن يدعم الحريات والديمقراطيات، لكن في الحقيقة أنه حين تحين لحظة اتخاذ القرار فالكل يسلم. وهذه الإشكالية أريد أن أفهمها منك، وأنت ذو خبرة عريضة، هل تتفق معي أو تختلف حول ما سأقوله الآن، وهو أنه في اللحظات الحاسمة الأمريكان يفضلون المصالح على القيم؟ هل ما أقوله صحيح أم أنه استثنائي أو sometimes it happen، مش طول الوقت يعني؟ floor is yours. أعتقد أن إدارة ترامب هي إدارة استثناء للتاريخ الأمريكي. الدستور في الولايات المتحدة الذي كتبه الآباء المؤسسون منذ 200 عام أراد أن يكون هنالك فصل للسلطات، أما هذا الرئيس ودوره هو أن يقوم بتطبيق القوانين التي تم تقريرها من قبل التشريعيين أعضاء السنت والكونغرس المرتبطين بالشعب بشكل مباشر. وعندما يكون هناك اختلاف بين الاثنين فلدينا المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا التي تقرر في هذه الأمور. أما الآن
فلدينا الديمقراطيين من يتحكم بالكونغرس، والسنت يتحكم به الجمهوريون، ولدينا رئيس ليس يمثل فعلا أو لا يبدو أنه يمثل لا الديمقراطيين ولا الجمهوريين، ولكن يبدو أنه يمثل مصالحه الشخصية، ولكن لديه الدعم كبير. والآن الجمهوريون يخافون من أن يتحدوا الرئيس ترامب من خوف أن يقوم بهزيمتهم في أثناء الاستفتاءات، وما أظنه أن هذا الجزء من التاريخ الأمريكي سيكون واحد من أسوأ أجزاء التاريخ الأمريكي، وأن دونالد ترامب سيتذكر على أنه واحد من أسوأ رؤساء أمريكا، لأنه حاول أن يخدم مصالحه هو وليس مصالح الناس أو الشعب. ولكن الوقت سيحكم مرة أخرى، هذه ديمقراطية في النهاية، ربما يتم إعادة انتخابه. هو يحاول أن يأخذ سلطات أكبر مما أعطاه الدستور، ولكن إن كان سبب أنه استطاع القيام بهذا هو أن بعض الناس في حزبه السياسي وفي الكونغرس كانوا يقومون بتلبية كل رغباته. وأعتقد في 2020 هذا التوازن سيتم استعادته وسيتم تقوية الكونغرس، وأنا أعتقد بأن رئيس ديمقراطي سيتم انتخابه لعدد من الأسباب، ولكن لا أستطيع فعلا التأكيد على هذا التنبؤ، لأن هذا يعتمد على الشعب الأمريكي بشكل فردي وجمعي. أنا أعطيك فقط منظوري، ولكن أنا أعرف بأن نحن ليس فقط كل الديمقراطيين ضد الرئيس ترامب، ولكن أيضا عدد كبير من الجمهوريين الذين لديهم مخاوف حول أنه ليس متناغم مع القيم والرؤية الخاصة بأمريكا. لكن معلش، سؤالي still valid، ما زال موجودا. أنا سألته هل هناك لحظات في السجل الأمريكي، في التاريخ الأمريكي، حين تتعارض المبادئ مع المصالح، ينتصر الأمريكان في تلك اللحظة للمصالح؟ ودعني أذكرك بما ذكرته هيلاري كلينتون حول ما دار في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر، وكيف أن الإدارة، وهي إدارة ديمقراطية، كيف أن الإدارة في ذلك الوقت انقسمت مرتين، مرة في 25 يناير وذكرت ذلك في كتابها 2011، ومرة في الانقلاب، وانتهى الأمر بأنه ظهرت هيلاري كلينتون لتقول إن الأمور مستقرة في مصر، واعترفت بأنها كانت مخطئة لأنها كانت قالت هذا الكلام دعما لديكتاتور آخر هو مبارك. وفي 2013 لم يستطع أوباما أن ينتصر لمبادئ أمريكا في رفض الانقلابات، واضطر أن يتعامل مع الأمر كأنه لا انقلاب ولا هو ثورة، وترك حاكما مستبدا عسكريا آخر يعود إلى السلطة. هذا كان في عصر أوباما ولم يكن في عصر الجمهوريين، وهذا الذي يثير الحيرة and make me زي ما بيقولوا confused حينما أرى أن هناك مبادئ ومصالح وجمهوريون، وأنت الآن يعني ترى ترامب نشاز. لكن أقول لك هذا هو نموذج آخر، هيلاري كلينتون وترامب أمام المصالح أو القيم، حرية الشعوب أم الحفاظ على وضعية استراتيجية لأمريكا داخل مصر. وأعتذر عن الإطالة. أعتقد أن الربيع العربي كان معضلة بالنسبة للكثير من الناس في الحكومات الأمريكية بالذات الخارجية، وأنا أعرف أن الرئيس أوباما والسفير باتسون لمصر، وأعتقد أن هيلاري كلينتون وفيما يليها جون كيري في قلوبهم كانوا مع الربيع العربي وثوراته ضد
الديكتاتوريات الشمولية، لأنهم كانوا يؤمنون بأن كل إنسان يجب أن يحظى بالاستقلال والكرامة والقدرة على التعبير عن نفسه، وأن يتنظم بشكل سياسي، وأن لا يكون لا يعاقب على آرائه السياسية. ولكن في بعض الأحيان الولايات المتحدة تواجه مواقف حيث تكون خارج السيطرة. مثلا في سوريا، أوباما أراد أن يمنع بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية، ولكنه لم يكن لديه الدعم الكافي، ليس فقط من أوروبا ولكن حتى من الكونغرس الأمريكي للانخراط في حرب جديدة في الشرق الأوسط. لذلك لم يستطع أن يقوم بفرض هذا الخط الأحمر الذي وعد به. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ كبير عندما ذهبت إلى العراق لعدد من الكثير من الأسباب الخاطئة، ووضعت يدها في هذا عش الدبابير، وهذا كلف الولايات المتحدة تريليونات من الدولارات، وقد أدى إلى حركة إرهاب إسلامي قد تأثرت على حياة كثيرين من الناس في العالم. ولهذا أمريكا الآن تتردد في الانخراط عسكريا مرة أخرى، وعندما يكون لديكم حكومات مستقرة يقول كثير من الناس علينا أن نتعايش معها. قد لا نتفق معها ولكن يجب أن نتعايش معها، وأعتقد أن هذا هو الوضع الذي يواجهنا في كثير من مناطق العالم وبالذات في الشرق الأوسط اليوم. أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي لا يشعرون بأن الرئيس السيسي هو الدكتاتور المفضل لديهم. في الواقع هم لا يفضلون أي دكتاتور عسكري، وهذا ينطبق على أغلبية الشعب الأمريكي أيضا. ولكن نحن نواجه هذا الموقف حيث لا يمكن لنا الكثير من الدعم للتدخل في هذه الدول في الشرق الأوسط. اسمح لي، لقد ذكرت أن الإرهاب الإسلامي، وأنا الحقيقة لدي حساسية ألرجي من هذا، من الربط ما بين الإرهاب والإسلام، فالإسلام دين عظيم، ووجدت أن نفس الشيء يستخدمه ترامب. يعني ترامب يقول الإرهاب إسلامي، والحقيقة أنه لا، ليس هناك تعريفا للإرهاب الإسلامي، لا يوجد ذلك. هناك دراسة أمريكية تتحدث عن أن 12% فقط من العمليات الإرهابية في 10 سنوات ارتكبها مسلمون، وكان هذا مدير على لسان أنتوني ليميو مدير معهد الدراسات العالمية في جورجيا. ومثال آخر ضد هذا الكلام اللي حضرتك ذكرته، وربما تكون ذكرته بطريق الخطأ أو على أنه شيء شائع، لكن أريد أن أستوقفك هنا. يقول رئيس الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب غيوم دونوا دوسان مارك إن 80% من ضحايا الإرهاب حول العالم مسلمون. نحن أيضا ضحايا الإرهاب. أنا أتحدث إليك وأخي معتقل في سجون السيسي لأنني أعارض السيسي، فهناك إرهاب من السيسي والجنرالات، وأنا لا أستطيع أن أقول إنه ده إرهاب من عبد الفتاح الإسلامي، بل هو إرهاب من ديكتاتور. فهل تعلق لي على هذا الكلام؟ هل تقصد فعلا أن هناك إرهاب إسلامي، أم أنه لفظ إعلامي شائع اعتاد عليه السياسة في الغرب؟ سيدي، آمل أن هذا يجعلك تشعر بشكل أفضل في بأنك تحدثت عن هذا. أنا كنت أتحدث عن العراق ونوع الإرهاب الذي تم خرج من العراق نتيجة دخولنا إليها، هو ما نتحدث عنه على أنه إسلام، إرهاب إسلامي. داعش هي منظمة إرهابية، وهذا ينطبق على القاعدة، وهناك الكثير من أشكال الإرهاب. وحقيقة هي أن البيض الوطني القوميين يقومون بترهيب الناس في أمريكا. لا أحاول أن أعطيك فرصة للحديث وإعطاء محاضرة لي عن هذا الأمر. ما كنت أحاول الحديث عنه هو العراق والقاعدة وداعش.
هي أشكال محددة من الإرهاب، ولكن هناك طبعا إرهابيون آخرون، وأنا أعتقد أن الإرهاب أمر سيء، وهذا يعكس التطرف ويعكس عدم احترام الحياة الإنسانية مهما كان من يقوم بارتكاب هذا الفعل. وأنا ضد الحظر على المسلمين، وأنا ضد هؤلاء الذين يقولون إن الإرهاب فقط يتعلق بالمسلمين أو المجتمع الإسلامي، لأن هذا ليس الواقع. هذا توضيح كافي، أحترمك عليه، لكن اللفظة وردت على لسانك، وأنا وظيفتي أن أتحدث معك وأنت تبين آرائك، فربما المشاهد يسمع ذلك ويعتقد أنك تحصر الإرهاب في الإسلام، وأنت وضحته بشكل جيد. فمجموعات البيض في أمريكا، وهناك بالأمس من طعن في الدنمارك أو السويد أو هنا أو هنا، هؤلاء لا نقول عنهم أن هذا إرهاب مسيحي، ولكننا عادة ما نقف عند هذا لأنه أصبح لفظا شائعا. أشكرك على التوضيح بشكل كبير. أعود مرة أخرى إلى السياسة الخارجية لترامب، لأن هذا الأمر الذي ينعكس علينا نحن فقط. وهذه السياسة الخارجية، حينما تسمع ترامب هو يقول كينج سلمان، I talk to King سليمان، we protect you King سلمان، أنت حين تسمع ذلك هل هذا نوع من الدبلوماسية الحمقاء؟ هل جاء مر عليك أن الرؤساء يتحدثون مع الملوك هكذا؟ لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يلجأ إلى البروباغندا، إلى الفضيحة عبر العالم وأمام الناخبين الأمريكيين؟ ما الذي يريده؟ المال وقد حصل عليه، ألا يكفيه أنه يحلب البقرة الحلوب في السعودية فيزيد الأمر الطين بلة ويزيده سوءا بالحديث عن ملك عربي مسلم سعودي بهذه الطريقة؟ ألا تعتقد أنها طريقة يعني مهينة؟ لا يمكن لي أن أشرح أو أبرر كلمات الرئيس ترامب أو أفعاله أو سياساته، لدرجة إن كان هناك سياسات متناغمة أساسا لن أتحدث عن هذا أساسا. الرئيس ترامب في غالب الأوقات يتصرف ويتحدث بطرق لست أنا ولا معظم القادة السياسيين الأمريكيين ولا حتى قادة العالم سيتحدثون بهذه الطريقة أو يتصرفون بها. هو شخص فريد مختلف عن غيره، نحن نستخدم هذا المصطلح، يعني أنه مستقل لا يشبه أي رئيس آخر، لذا لا أعتقد أن هنالك الفائدة في محاولة أن نبرر أو نشرح شخصا أفعاله، لا يمكن شرحها، وفي غالب الوقت لا يمكن تبريرها حتى. إذا قدر لك أن تكتب كتابا عن فترة حكم ترامب، سواء الحالية أو إذا ربما قدر الله أو لم يقدر الله له الفوز بفترة ثانية، وطلب منك أن تكتب باراجراف عن الرئيس ترامب وفترة حكمه، ما الذي بمقدورك أن تكتبه للأجيال الأمريكية سواء التي تعيش هناك أو للعالم الخارجي؟ هل تشعر أن يتعين على الأمريكان أن يعتذروا عن فترة حكم ترامب ويعتبروها زي ما قلت أنت استثنائية أو أود أو إكسيبشنال؟ لن أعتذر بالنيابة عن الولايات المتحدة، لأن الرئيس ترامب تم انتخابه من خلال عملية ديمقراطية، ولن نعرف أبدا ما هو الدور الذي كان لدى الروس في الترويج له ومحاولة تأثير على الانتخابات الأمريكية، ولكن ما نعرفه أنهم حاولوا لكن لا نعرف مدى نجاحهم. ولكن الرئيس ترامب هو نتيجة ديمقراطية، حيث الكثير من الأمريكيين يشعرون بأنهم تركوا خلفا وأنهم ليسوا مهمين. أفضل وأذكى الطلاب والأقدر بين الناس تركوا المناطق الريفية وذهبوا إلى المدن. الشباب
لذا الساحل الشرقي والغربي كانت متحررة، كانت تصوت للديمقراطيين والمناطق الريفية حيث هناك أعمال أقل ويدفع للناس على عملهم بشكل أقل، وحيث الناس يحترمون بشكل أقل، لا يشعرون هناك بأنهم يعاملون كما يجب. لذلك الرئيس ترامب يأتي ويعطيهم الانتباه، يستخدم لغتهم نفسها، يتحدث عن الأغراب، يتحدث عن المختلفين سواء أفارقة أمريكيين أو إسبان أو مسلمين، يتحدث عن هؤلاء المختلفين وكأنهم ليسوا جزء من الولايات المتحدة، يتحدث عنهم على أنهم خطر. يتحدث لغة الشيوع الناس، ولكن يتحدث لغة الناس الذين يشعرون بأنهم تركوا خلفا، وأنه لا يوجد من ينتبه لحاجات قراهم. الآن أصبح لديهم فرصة، وبالانتخاب الرئيس ترامب هم يرسلون إشارة للمؤسسة، للناس الذين يقومون بيكونوا وضعهم جيد اقتصاديا، يقولون نحن نحب هذا الرجل، هذا رجلنا، حتى لو كنتم تنظرون إليه باستعلاء يعجبنا كلامه، حتى لو شعرتم بأنه يتعامل مع الدول الأخرى بطريقة مهينة، وحتى لو كانت غير مناسبة وغير دبلوماسية. لذلك أقول هو يختلف عن أي رئيس حظينا به في هذه الأوقات، ولكن المشكلة أن المؤسسة والتي تقوم بعمل الكثير من الأموال وتستمتع بالتنوع تتجاهل الكثير من الناس الآخرين الذين هم خارج المؤسسة، الذين لا يحظون بالدخل الجيد، الذين ليس لديهم مستقبل جيد، الذين لديهم قيم ثقافية تختلف عن القيم التحررية الموجودة لدى الناس في المدن. هذا لا ينطبق فقط على أمريكا، ولكن في أوروبا وفي بعض مناطق آسيا، وبطريقة أو بأخرى القادة عليهم أن يعرفوا كيف يقوموا بجمع هاتين العشيرتين سوية، هؤلاء الذين تركوا خلفا وهؤلاء الذين تقدموا أماما. لا أعرف كيف سيتم هذا، ولكن إن كنا سنجد نوع من السلام والاستقرار ضمن المجتمعات، ضمن ما يريده الناس أو المساواة، فعلينا أن نجد طريقة لجمع هاتين المجموعتين. نتمنى أن يتم ذلك في القريب العاجل، نتمنى لأمريكا أن يتم ذلك. سؤالي الأخير وهو بسيط جدا، هل سيشكل لك مفاجأة إذا سمعت أو علمت بعد انتهاء فترة ترامب، خروجه، عدم نجاحه أو انتهاء الفترتين، هل إذا سمعت أو أثبتت الأجهزة المخابراتية الأمنية الأمريكية أن ترامب كان بين قوسين عميلا للمخابرات الروسية، هل يشكل لك ذلك صدمة؟ هل تقول unbelievable ولا هذا سيكون أمر عادي تتوقعه بحكم خبرتك؟ لا أستطيع أن أفهم لماذا الرئيس ترامب قام بالكثير لمساعدة روسيا في الوقت الذي سحب فيه الأمريكيين أو القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا وفي الواقع غرب سوريا، وقام بتقليص قوة الكرد، ساعد بشار الأسد وساعد الروس بهذا العمل، والآن الأسد استعاد التحكم بسوريا وهذا يساعد الروس أيضا. وعندما قيد الاتحاد الأوروبي وقد روج للبريكسيت، فهذا قيد هؤلاء الذين كانوا ضد شمولية حكم بوتين عندما يدعم روسيا ضد أوكرانيا، وهذا ما يقوم به مرة أخرى. هذا هو ضد القيم الغربية ومع بوتين. لا أفهم لماذا نحتاج إلى نصف ساعة لمحاولة أن يقنع تريزا ماي. هل أستطيع أن أقول أنا نيابة عنك
إذا كنت أنت لا تستطيع أن تفهم لماذا يفعل كل هذه الأشياء، وأقول أنا بتواضع وقد قلت ذلك عقب انتخابه وفي الأيام الأولى بعد انكشاف فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، يمكن أن تقبل مني أن أقول إذا كل ما قلته أنت عنه هو دليل على أنه ولاءه هناك كما عبر عن ذلك وبوضوح الكاتب الأمريكي الفصيح توماس فريدمان، إنه رجل روسيا، لماذا لا تقول هل تخشى من شيئا؟ كل ما قلته يدل على أنه رجل روسيا. أريد أن أتخذ قرارات بالاعتماد على حقائق وليس توقعات، وحتى يكون لدي دليل في يدي وحقائق مثل الجمعية الأدلة التي جمعتها هذه اللجنة، فلن أستطيع الوصول إلى أي استنتاجات. سأكون صريحا معك، لا أستطيع أن أفهم كثير من الأمور التي يفعلها. أعرف ما قد يبدو عليه الأمر، ولكن لن أصل إلى استنتاج من دون حقائق بيدي، بغض النظر إن كان هذا الرئيس أو غيره. أنا أحترم توم فريدمان وأعتقد أن ما يقوله أمر منطقي جدا، ولكن أنا أحاول أن أكون مسؤولا ولا أعرف أكثر مما يقرأ في الصحف. بعض الناس يستطيعون أن يستنتجوا أو لديهم استعداد أن يستنتجوا، أما أنا فأريد أن أجد الحقائق بحيث يستطيع الناس النظر إليها والوصول للاستنتاجات، ليس من عملي أو وظيفتي التوقع. وأنا ألتمس لك العذر في ذلك، ولكن بحكم الإعلام والصحافة يمكن أن نقول أنه ربما، وهذا استنتاجي كما هو استنتاج توماس فريدمان وبالمناسبة استنتاج هيلاري كلينتون في إحدى تصريحاتها، أن هذا الرجل ربما لم تثبت عليه التهمة، لكن ربما كل التصرفات تشير إلى ذلك. سمح للروس في أوكرانيا، وسمح للروس في روسيا، وسمح للروس حتى في ليبيا، كل ذلك يدل على أن علاقة وثيقة بينهما، أو أن هناك ملفات أو أمور تأخذها عليه روسيا أو بوتين بنفسه. على أي حال ألتمس لك العذر وأشكرك، كان لقاء ممتعا مع عضو مجلس النواب الأمريكي السيد جيمس موران حقيقة، وأتمنى أن نلتقي في الاستوديو هنا في حلقات قادمة. حقيقة مستوى رائع وتفكير دبلوماسي وخبرة عظيمة الحقيقة، أنا لا أمدحك، ولكن هذا مستوى حقيقي من الأداء يجب أن تفخر به أمريكا. أشكرك شكرا جزيلا سيدي. إن أتأمل أن نلتقي سوية، أنا أقدر كل ما قلته. شكرا لك. شكرا لك. ده راجل بيجيب من على بلاطة، بس راجل حريص قوي إنه إيه، أنا ما أقدرش أقول إنه كذا، أصلا أنا ما أقدرش، مش كلبشون، بس هو يقول لك أنا كل الحاجات دي بيعملها. طيب لما كل واحدة بتروح بتلبس بدلة الرأس وبتروح المرقص بالليل تبقى إيه؟ لا نشقصة قوي يعني. والناس شافوها هي بترقص، يقول لك بس هي ما عندهاش رخصة. أنا رأيي إن ترامب ما ناقصش الدوكيومنت اللي تطلع إنه كان عميل للاستخبارات الروسية، ربما يكون متجاوز، لكن هو ده نائب في الكونغرس السابق في مجلس النواب بيقول لك عمل وعمل وعمل وعمل. إذن التي ترقص بالليل وتلبس بدلة الرقص وتذهب إلى محمد علي كلوب بتاع محمد علي تبقى إيه؟ رقص. أديك قلتها معي. على أي حال تقريبا كده انتهت الحل. طيب خلاص، المخرج بيقول خدنا وقت زيادة كتير. انتهت حلقة نهاية الأسبوع الجمعة، نراكم على خير الأسبوع المقبل إن شاء الله. بشكر زملائي جميعا في الاستوديو وفي البث وفي إنتاج المقابلات، وكان أسبوعا حافلا، ويجعل ربنا يجعل أيامنا كلها سعيدة وجميلة. نلتقي إياكم يوم الاثنين القادم. في بعض الناس بتقول لي ما تقولش في أمان الله، سيدي بتاعت أو طبط أوقاتكم بتاعت حد من المذيعين زمان ولا حاجة، لكن أنا والله متعود على كده. لكن أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.